ايه يا بابي اتأخرت ليه؟ معلش حبيبتي، قابلت عنكر أكرم وقعدنا نتكلم شوية، الوقت أخدنا. رجعها ايه؟ مساء الخير يا طنط. أهلا يا روح طنط. أمك بتتفرج على أفلام مريبة. اتفضل. مامتك جت النهاردة وأنا وأنت مش موجودين وسابت دول لماما، قالت علشان هاني. الله، طب ما كنا بينا نقطنا اوريدي. هي قالت ان دي هديه الاسبوع. والله امي دي جدعه. يلا احنا نوايا تسند البرميل. ما سالتنيش يعني كنت فين لما هي جت وانا مش موجوده. انا قلت اكيد نزلت تجيبي نواقص للاسبوع. هي دي فعلا حقيقه، نزلت اجيب شويه حاجات ناقصه، بس عملت مشوار كده بالمره. مشوار ايه؟ رحت النجوى. نجوى؟ ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ لا ما اتخضيتش ولا حاجه، بس رحتي نجوى ليه؟ يعني قلت اروح اعزمها هي ونادين على اسبوع هاني، وبالمره كلمتها في موضوع نور. تعزمي على اسبوع هاني ماشي يا نادين، انما تفتحي موضوع نور دلوقتي ليه؟ انس انت عارف انا بحب نور قد ايه، بس مهما كان نجوى دي مامتها اللي ربيتها وكبرتها، وانا بصراحه شايفه البنت ما شاء الله مؤدبه وذكيه، والفضل في حاجه زي كده يرجع لنجوى، واظن ولا غلط ولا عيب ان احنا نحاول نصلح ما بينهم. يا اميره انا بقولش انه غلط او عيب، انا بس بقول ليه دلوقتي. اولا انا كنت عايز استنى شويه عشان نجوى تحس بغلطتها، وثانيا عشان نور ما تفتكرش ان احنا مصدقنا. ما تقلقش انا اتكلمت مع نجوى بالعقل. ربنا يخلي لي عقلك. هي شاهده فين؟ في اوضه هاني. طب كويس انها هنا، كنت عايز اتكلم معاها. ما تتأخرش بقى عشان الأكل ما يبردش. حاضر.